يا ابني والله كتمت انا. جيت تحط وجهك هنا يعني والله كتمت انا. شوف شوف التخبيص. شوف والله مو تخبيص. شوف يا حبيبي انا ورد وصندل وعود وبيبسي تشرب بعد الغداء. ايش ذا عود ذا؟ والله قاعد يسوي خلطه ويقول لك الخلطه هذه خاصه فيني. والله خاصه وحتشوف هذا كمله شغال دحين اقسم بالله اكثر من 10 دقائق 7 دقائق صياغه ذا يقعد خلاص بدينا 10 دقائق يقعد العود اكثر من 10 دقائق. طب احنا انكسمنا. طب ايش هذا؟ ايش ده؟ ايش كاب هنا؟ هذا نفسه. شوف هذا يجيك كذا تمام تحط عليه. يا شيخ سري سري يا شيخ انت كتمت ام ايش اسم البخوذ حدا ايش اسمه يضحك الاسم نرجسي مره في نرجسيه صح؟ ايش النرجسيه دي؟ وشوف الوان وجهه شو؟ والله يا شيخ ترى هذا تسويق يعتبر. لا ترميها لا 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 ترمي وجهه ضميت وجهه انت لا ترميها. يلا طيب خلاص روح خلاص روح انت يا اخي مستفز كذا مالك مستفز؟ انا ناديتك انا قلت لك تعال شم شجعه بدل ما تقعد تضحك عليه شجع خويك. ايوه انا مشغول. ايوه كفو. بس اقول لك حاجه والله والله هذه ما اكذب فيها. والله ايش الريحه قسما بالله هنا عبت الشقه. طب انت ما شميت؟ والله العظيم انت ما شميت هذا. شم هذا ايش سوى الدهن انت؟ ايش سوي قاعد ايش كبل له يا كذا؟ رجع رجع من هنا ودي كذا. شوف الخبره والله شوف الخبره والله شغال. اجيب شم تمم الجوال يا اهبل. انت اهبل دخل العود في الكاميرا ايش بك انت نوست؟ واو. واو بس هذا استخدام يومي. ايوه والله انا شغال على المنتج ده اقسم بالله. انت سنتين على العطور حقك؟ ايه انا يومين ترى لي. لا في عود اقسم برب الكعبه عجل بيت انكتمنا. هذا يجيب هذا يجيب ها هذا يجيب ربه. انا شوف إيه. لا لا مجالس كبيره ايش بقى فيلا 6 ادوار بخيب لك اياه. هذا ما ينفع شقه مشارع. لا شوف شغال شغال ام شارع. ايش مشارع مشارع والله هنا ضرب الميم عماره كامله من عماره كله بالميم. بالله شوف قسما بالله يا حبوبه انه شغال شغل. انا شوف مع مو حلو يا حبوبه صح اخلط قاعد اخلط خل ايش بقى ايش تحسه معتاد ريحته عاديه. ايه ريحته مويه وعطر. ايوه معتاد معتاد ما هو العود اللي شوف احمد 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 تفهم في العوده. والله ما افهم بس هذا مو عوده يا عيال. ايش بكم تقلبتم؟ مو حلو مو حلو مو حلو. اوف 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 روح غسل يدك. روح 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 غسل يدك. روح روح غسل يدك. روح روح فادي غسل يدك. ريحته كانه صابون. صابون تحت روح غسل. خلينا غسل خلينا غسل الريح. الريح قلبتوا معاه؟ طيب ماشيين كمان؟ هذا ما حيدوم لكم ترى اسامه. ترى هذا شر ترى ده هذا 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 يجي يسوي نفاق بيننا. انتبهوا اشتغل على المنتج صح ايوه اشتغل على المنتج. ايوه, أيوة. ترى حبوبه خبير في هذا النوعيه من هذه العطور. راحت الريحه. شفت شفت راحت. شموا يا عيال راحت راحت. شم والله يكسر يدك انها راحت. لا 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 خلاص ابن الناس. روح روح كم خلطاتك كم خلطاتك خلاص روح. بدري قلبتوا اليوم 7 المغرب خلاكم تقلبوا يا شيخ. ده مارد امكم واحد واحد. هذا بيروح بيته وانا اخذك صراحه صباحك ده بكسر لامك يا ترى. يلا بطل الحركات حقك دي. شوف 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 كيف زهره قاعد. ايوه بطل زيت. انت ليه تكسر نفسك؟ الولد شغال له لو 24 ساعه على المنتج. كم له؟ 24 ساعه. محل هذا ايوه ده قال له يفتح بسطه. ما هو يا ريحته بيضربنا هذا. سامعك ترى سامعك بالله من حسب يعني هذا يبغى له اول شيء تعتيق لانه مويه. شفت كيف؟ ها اسمع من الناس استفيد من خويك. سمعت ليش ترى؟ لا ما مشغل بالعطور. بس اقول لك بقول لك انت كذا اشتغلت. سيبك هذا يتعتق على درجه. هو مسوي لك مقابله قال لك قاعد قدامه دقيقه قاعد قدامه يسالك على شيء. انا يا اخي انا اثق في قراراته. رأي ايوه رأي رأي عجبك ولا ما عجبك والله ما عجبني خليه لنفسك. خلاص خلاص انا بسمع منه. معدتك جاهز. لا والله يبغى ايش بترمي؟ ايوه خلاص ارمي ارمي. اي والله اي والله ريحته ارمي ارمي يا قرادي قرادي حبيبي. المطبخ بيطبخوا فيه الله بيطبخوا فيه. كمل ايوه هذا اول شيء المنتج ذا يشتغل عليه تعطيه والله ترميه ارميه 32 لازم يكون في درجة حرارة كم؟ درجة حرارة الغرفة لازم تكون 36 ايوه وتعتق مكتوب يكون مسخن يعني. صح مسخن 36 مسخن تطلع كمادات امشي نفسك كذا لا تفضل تفتي لا تفضل تفتي مرة العودة العودة ما تتعتق 13 سنة قبل شيء
ما راح نصلح طيب. وكل ما تتعتق سعرها يغلى. الله يعني هذه دحين بتجيب لك كم التولة؟ بسرعة على راسك بتجيب لك كم؟ والله ما ينفعك أسامة. ترى احنا قاعدين ندعم مشروع. ما ينفعك أسامة، ما حينفعك أسامة. اسمع من أخوك، أنا أخوك الكبير. الله يبارك لك في مشروعك، من أنظف المشاريع في العالم. مستوى ده من جبال الألبة. تعرف جبال الألبة اللي وين؟ وين هذه؟ ما أعرف وين. والله فاهمين. يبغى لي شغل، يبغى لي شغل. والله اشتري. والله ما تشتري؟ والله اشتري عشانك بس. والله أنا يا أخي ما أبغى، أنا ما أبغى أجي. انت خلاص روح المغسله حقتك. طيب ليه رفعت الكاميرا؟ طيب هذا المفروض احنا نتكلم فيها عشان لا اخذ. انا كذا انا ابغى اسبك، ابغى مدد عليك، ابغى ما ادري ايش. ترفع تحشرني هنا؟ مش انا اخوك الصغير ابغى اسبك ابغى مدد عليك؟ لا احترم نفسك وانت تكلمني. شوف انا مرتاح من صباعين صرت. كان صباع واحد ايش بك صرت ترفع صباعين؟ انت مين علمك؟ مين علمك؟ طب صل على النبي. اللهم صل وسلم عليه. انت روح المغسله. يا اخي احنا راكبين بسياره واحده، حننقص نصين. لا مشواري انا اقرب. انا انزلك المغسله وانا انزلك المغسله كمان كله بالاشاره. انا انزلك المغسله بعدين ارجع لك صح؟ واستناني. لا انا ما اقصد انا كده. مو دودي تكلم معايا كذا. لا والله شوف انا ما بروح المغسله، ايش دخلني انا اروح مغسله دحين؟ او اقول لك شيء خلاص اوكي غسلوا لي سيارتي. والله اسلوبك ده ما اخلي ولا عامل مده قسما بالله. شوف لو حلفت انك ما تغسلها والله ما عاد اغسل لك سيارتك انا. هاي سيبك الكلام الفاضي. الله يهديك، الله يهديك. والله يا ابو داود خلاص قفل. والله انك طيب قلب. الله يسعدك. والله انسحن لسانك وسخ بس قلبك طيب. ايش دحين اسوي؟ ايش ارد كيف ارد؟ لساني وسخ وقلبي طيب. انا حبيبي مدحتني ولا ايش؟ انا خلاص قفت نفسي بس والله بلساني شيء. والله ما احرمهم شيء. خذ والله تستاهل. كم الحساب يا محمد؟ انا اللي بحاسب. محمد كم الحساب؟ والله انا اللي ادفع. والله انا اللي ادفع. يا ولد زحمه والله. وثامر يقول والله ما ادخل لك السياره، وقبل شوي يقول والله ما اخلي عامل يمد يده عليها. ليه سويت له انت؟ ما سويت له شيء يا حبوبه، بس كذا تعدي وتبلي. تعدي وتبلي؟ اي والله، وانا مالي الا انت داخل على الله ثم عليك. لا 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 خلاص ما انا وقفت والله. اخش صار مصالح اشهد لا شماعة نايمين. سيبه والله كل واحد معاه مصيبه سيبه مساكين الله يعينهم. ايش تبغى عامل؟ بس ابغى ادخل السياره غسلها وتعطيني السياره اخذ بها لفه. حبوب انت تامر السياره كيف تاخذ لفه؟ بتغسل يعني؟ اي والله بس بغسل يعني. بس امك قول له طيب، قول له بفلوس امي انا ادفع لك. انت بتغسل مجانا؟ لا لا ما ابغى مجانا، بخشم الريال. ايش اقول له؟ بفلوس امي. إيه لا بفلوسي مو فلوس امي. انا اقول لك. اوكي. شامر. ايه ردي. سموي. على طول على طول دخلها جوا. روح. اغسل لك غلط؟ لا لا غسل من جوا برا. الرجال يغسل بفلوسه يا عمي. ايه بفلوسه. بفلوسه. دقيقة. خلص منه فلوس هذا، هذا حركاته. لا لا بدفع بدفع. هذا ياخذ مفتاح الشقة ذا. بدفع. ادفع. بدفع بخشم. خفي ام السيارة انزل. حاسب انا حاسب انزل. انا حاسب. انت ايش قلت؟ بفلوسه ولا مو بفلوسه؟ بفلوسه طيب. بفلوسه. هيا انزل طب السيارة شغالة في نص الليل. قل لي تدب ها؟ قل لي تدب تبغاها ها؟ قل لي تدب تبغاها خلاص اوكي. ايش حتسوي؟ لا ما حكسر قزاز. ايش تبغى؟ ابغى الناس تشوف تعامل هذه المغسلة كيف. شوف يا جماعة تعامل هذه المغسلة مع مين؟ خرب علي اي شيء انت؟ بخور دحين مغسلة. ايش بك انت جاي اليوم؟ ما في شيء. ايش بك؟ خليني اغسل سيارتي. تفضل. بفلوسي. بفلوسي. بفلوسه. يلا دخل له السيارة يوسف. يوسف. ها؟ كيف الخدمة؟ والله ما شاء الله. خدمة مين يوسف؟ خلاص. كذا الخدمة تمام. حبيبي. عاملني كزبون. كزبون. بي تو بي. بيتو ديو بي تدفعيه. دخلها. حلو الستايل الجديد الحين هذا. ايش ستايل ايش اليوم؟ والله بيني وبينك يعني لقيت نفسي طفشان شويه، قلت امشي شعري. حلو مشيت ونزلت. طيب ايش الله يبارك لك حبيبي. الاهتمام ترى الاهتمام له دور كبير اخوي صالح. طيب ليه ما تستشيرنا تاخذ راينا يا عيال؟ حلو ولا مو حلو؟ انا عارف انه حلو. عجبني مره. انت عجبك انه يتحرك. الله.
اللي بيعطيك رايه في الستايل صح حبوبه، تعال تعال اسمع رايه، لا مانع، صديق واخ وحبيب. انا عارف انه سلبي يا اخي. لا مو سلبي حبوب، مثل القمر متعلي لا قدرت اطلع لك ولا رضيت. الله والله العظيم انك قمر، نفسي اضبط لك بكله واخليك. والله العظيم شكلك يجنن. شفت شفت ترى حبوبه والله. والله العظيم يقول لي سلبي، والله من سلبي شكلك قمر. والله قمر. انبسط عليك سوق. ايش قمر عليك سوق خربها. لازم 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 كذا ينق فيه. رايك بكل امانه في استاهل ابو علي كصديق يعني عادي. شيل الطاقية بس. لا موجود الشعر عادي. انا من اول عيال بس اول مره. والله كانك تسوي بيتزا، والله كانك شغلت محل بيتزا. انا ايش دخل البيتزا بالله؟ رايك ايش رايك بالستايل؟ شعراتك بتهرب. اي احد يمدحك تحضنه؟ طب اقول لك شيء يجنن. ساطي ومتغطرس ويحب الخصام. خصام ولا يبالي في إدارة طبع ولا مدير. أوجد نفسه من اللا شيء والانعدام ونبذ في المجتمع لأنه صغير. صغير هذه لعيونك. فقير. أبو علي طلع عندك موهبة شعرية. أقول لك شيء يا سامي، أقول لك واحد من الدواوين اللي أنا طرحتها فترة أخيرة. أي نعم. أقول ولدت في الدنيا علشان أعاني. عاني ولدت في الدنيا علشان أحارب. أحارب من غثنا منها ولا من غثاها. عندي بعض حلم وطموح ومآرب. مآرب ونفس ما يلحق بالعزايم مداها. مداها وأنا محلت بي واسعات المضارب. أنا في رجاء ربي ماني في رجاها. متحينا للساعة أم العقارب والحزة ما عاد يبغى وراها. الله واللي علي يفترون الشوارب. إيه والله ونتفها ونتف لحاها. أوه. صلت أنت. أوه. هجاء في الأخير. دبر عمرك. هجاء. دبر عمرك. أيوة روح روح. يعني هي كذا تغسلت. ها ايش هذا؟ ها 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 شوف 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 مسكت يادي يا حبيبي. انت مو قلت بفلوسك؟ اوكي شوف 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 السياره، شوف فيها مسكت يادي من هنا فوق، ما تمسحت من هنا من هنا من هنا. اه حبوبه انا دافع فلوس زي زبون حبوبه. اه يمين اكثر امك يا سامي. حق حق يا سامي. ايش الحق حق. الله يرضى عليك دنيا واخره. تعال والله يتابعك ذا. مو معقوله 55 دقيقه. اي والله طول في الصيام. معلوم فين تيك توك. ايوه اللهم انا عشان كذا عارف. طلع البويه يمسح يروح ويرجع. الله لا اظبطك. نظفوها من جوا. من جوا. أيوه. طلع لك الجلد مسح. جاب لك. شوف والله مسح لك. شوف كيف مسح لك. اه شوف ها رجع يمسح. الله يبيض وجهك من هنا. يا قلبي في لمسه ايادي. سيب العمال سيب العمال سيبهم. هات يا اخي ريح سيارتي معفنه انا. شوف هذا 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 اللي يدير حلاله بيده. هذا الرجل اللي ايوه جايز باي. يو وانتو اي حاجه؟ اي وانت جو ود ماما ودادي. ابسط لايق لك ترى. والله والله لايق لك. واحد ماما ودادي. يلا حبيبي يلا بامان الله. ماما ودادي. ماما ودادي. يلا نمشي. يلا روح حبوبة. الله يستر على سيارة الرجال. ها ها الدي فين؟ الدي فين؟ اضغط هذا. ايوه لورا مع الفرامل. ايوه يلا هيا روح روح. اه ساق علمته علمته. ما شاء الله تبارك الله. اه حبوبه مفجوع ترى. الان فين الان؟ الان اضغط في الزرين ذولا مع بعض. ايوه صارت ان. مامي ودادي جايز. السلام عليكم. عليكم السلام. الدي فين؟ أنتي تضغط هذا كل شوي علم واحد انا. هذا؟ ايوه اضغط وامشي مع الفرامل. ايوه هيا توكل. لا لا عادي امشي. حقق حقق. طبعا سيارة الرجال ما في حد ما جربها. الله يعطيك العافية عبود. ما شاء الله تصوروا مع الناس ما شاء الله ما شاء الله. حبيبي ليه عادل امام ليه؟ سوي نفسك مين؟ لا يا سيدي
حبيبي انت تتابع تامر؟ سألته سؤال عادي، سألته يا اخي ما اقصد شيء، سألت الرجال. يلا سلم. اوكي اوكي بس اقول لك شيء، والله العظيم كل السيارات اللي تيجي المغسل عندك غاليه، ما اعرف ليه. غاليه السياره نفسها؟ السيارات غاليه لاني انا غالي. والله انك غالي وما يجيك الا الغالي. الله لانك تخاف عارف. الله في شغلك. لا اله الا الله. ارجع تخاف الله فيها. ارجع شفتوا ما شاء الله. هب هب كم كم الله اعجبك انا يا سام. ما شاء الله ما شاء الله ابو علي في كل شيء تفهم. الحمد لله. حتى ترويض الكلاب طلعوا عادي. طلعوا عادي مو مشكله. هب تعال هنا انت. فين حبوبه؟ هذا بس خواله كلاب. ادري ايش بو كيوت مره. لا لا والله سيد لا تكلم معاه، والله لفلتوا عليك والله. والله حبوبه ما يجي انا ماسكه والله ما يجي. حبوبه خايف؟ حلف بالله انت. لو هو ماسكه. ما شاء الله هذا ايش نوع الكلب؟ بودل. بودل؟ بودل هذا من سلالة نادرة في جنوب سويسرا. طب حطه في ذن حبوبة. لا حطه في حضن ولدي هو. لا لا شيله الله يرحم والديك شيله. لا لا الله يرحم امك. بعد عني اخاف من الكلاب انا يا سامر. افا والله اخاف عندي عقدة ترى. ليش ايش السبب؟ يا اخي لا يا اخي. طب حبوبة ايش السبب؟ انا الكلاب ما تتقبلني اعوذ بالله. مدري ليه. ليش حطه شوف ذا والله عادي يا هذا يا اخي. لا يا اخي ما حجرب ولا حجرب ولا حجرب. اسامه يا اسامه خلاص خلاص. لا لازم تطلع ما يكفي. خلاص خلاص خلاص.